بالصالون تاع سندريلا ويبادر بدوي بنقشات ويقولوا شادد جول للشلة. الجود فايبس موجود غرياني ندرة سو كيوت وصغيد يركح ويشوت راف ماج عليو في الصوت علي الراف ماج يخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة في المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج صباح الأنوار تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا. الجمعة مباركة للجميع. الجمعة 6 نوفمبر 2020 حلقة جديدة راف ماج أخرى حلقة نترافقوا فيها من توا حتى للتسعة ونص نتاع الصباح. تسجيل تونس والعالم نحاولوا نحكيوا فيه تيلة إلا ساعتين ونص. تسجيل 1971 إصابة جديدة بفيروس الكورونا نهار 4 نوفمبر 22 حالة وفاة وهكا يصير إجمالي الإصابات 66334 حالة مؤكدة. نحكيوا سياسة. نائب بمجلس نواب الشعب منجي للرحوي يؤكد لا أعترف بالنظام الداخلي ولا بالغنوشي رئيسا للمجلس والغرياني لن يدخل البرلمان وسنمنعه بكل الآليات. طفلة في المترو في الخط 2 الرابط بين تونس واريانا تتعرض البارح إلى عملية تحرش جماعي من قبل 5 منحرفين وفق شاهدة عيان كانت رواية تفاصيل الواقعة على صفحتها بالفيسبوك. نحكي وكرة اتفاق جماعي على مواصلة هيئة عبد السلام السعيداني تسيير مقاليد النادي الرياضي البرزرتي ونواصل متابعتنا للحدث اللي يفرض نفسه على العالم. انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا اليوم باش يصير الاعلان عن ساكن البيت الابيض الجديد. ساعات تفصلنا وتفصل حسما النتيجه. بايدن يتوقع فوزه بما يكفي من الولايات وترامب يبدا وينطلق في معركه قضائيه ضد منافسه بايدن. كان تسوق فينا وتحب تربح معنا كارت قيمتها 200 دينار كلمنا على 31 380 ألف 31 380 3 أصفار تربح معنا كارت قيمتها 200 دينار من اهداء شيلفي باور. السلام عليكم وين ما كنتوا. الرحله انطلقت. نستناو تفاعلاتكم مساجاتكم على الباج فيسبوك راديو اي اف ام في انتظار التحاق بقيه المجموعه. رحبوا بالنجوم الحاضره معنا اليوم. رحبوا بالجميله بنجمه الحوار التونسي انيقه جينا اليوم بالاسود متالقه كالعاده سونيا دهماني. صباح النور. سونيا عسوله مزيانه كل الناس الكل. جمعة وفات إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. طولت شوي علي أنا بصراحة خاطر خدمت برشا جمعة هذية أما كمان قمت فكري باش نجيكم خاطر توحشتكم بصراحة. هذا شرف لينا. هذا شرف لينا مدام سونيا الدهماني متألق كالعادة باش يحكي معنا كورة بعد شوية وباش يعطينا كالعادة تحاليل لما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. تقدم بايدن الحملة القضائية اللي انطلق فيها دونالد ترامب المتألق على الدوام. ناصر بدوي صباح النور. أهلا بيك رفيق. إن شاء الله نهاركم زين. نهاركم مبروك. نهاركم أسعد الأيام. ترامب عمل لنا نلعب ولا نحرم. يحب أخوي يحب يحرم بالسيف. يا ودي ماك خسرت خسرت ماك ربحت بالصندوق وخذيت 4 سنين وعملت شاطح باطح وعملت كيما حبيت. اليوم سايب له الراجل خليه يكور على روحه. اليوم اخويا مخيبه الناس ما تحبش الخساره يا اخويا. رساله من البدوي لترامب. والله العظيم بالله ما تحطوا هالوش تو خاطر ياخذ طياره من البدوي لدونالد ترامب. سينو بدوي فورما والله الحمد لله لاباس يا رفيق. لكن المشكله اللي مقلقني تو بالله 400 ألف فاكسان تاع الفاكسي قريب قاعدين نتعاركوا عليهم وهم جاو وهم ما عاودوش جاو. بالله ايش يعملوا لنا وقت اللي تطلع الفاكسان تاع الكورونا ما ايش يعملوا لنا في البلاد. ربي يقدر الخير. والله والله بالحق يا رفيق راه مشكل كبير برشا. تقريبا كلها بالمعرف تو الفاكسان تاع القريب تقيد عند فارماسيان تاع حومتك كذا هكا هكا صايره تو اليوم في لا واني نقول لك اكثر من هكا. كان تو خرج لنا وزير الصحه قال اخويا راهو بالاردونونس وبعد عملوا اجتماع البارح قالوا راهو بطلنا ما عادش اردونونس. انا والله عندي اختي قلت لها يا بدي يعني نجمت نقضي لك اي قضيه اما فاكسان ما نجمش ندبر. عندنا حاجه اخرى ناصر موجود فاكسان القريب الى حد الان. العلاقات مش ولا بد داخل وزاره الصحه. نجمه الفن ولا فنانين تسمعوا غدوه كالعاده نص نهار المساعتين في ستار تايم على اي اف ام. سندريلا صباح النور. وي عسوله يا
الورد والفل والياسمين والحاجات المزينه الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد ونهايه اسبوع مريحه. اوغوزمون غدوه سي الويكاند يا سونيا باش نرتاحوا ما نقوموش بكري. الحمد لله يا ربي ان شاء الله غدوه ترتاحوا. على روحك انت تخدم حتى انا نخدم غدوه. عم نحس الويكاند كوميم نحس روحي نرتاح. المهم ما نقومش بكري خاطر القومه نتاع بكري هذه وسخطو توا الدنيا باش تبرد باش تولي صعيبه صعيبه صعيبه. سينو برهان بسايس نتصور اخي مش نورمال. ما برهان اليوم موجود يدي غدوه 7 نوفمبر التحضيرات على اشدها وقاعد يحضر عنده ايفينمون غدوه باش لقاء الحنين مع اصحابه الازلام. مع اصحابه برهان لابس بوسعديه كالعاده ويحتفل مع الازلام ومع اصدقائه بالذكرى اللي كانوا يقولوا عليها مباركه للتحول. برهان يلحلح بيا قال لي مش لازم تروح لصفاقس يا ودي راهو ذكرى مجيده اجى احضر. قلت له لا يا ودي انا ما نحضرش انا يا ودي شعب مع الشعب مع الثوره. نعرف انت ثوري شفناك اكثر من مره في الادوار النهائيه كي تقابل بن علي وكي تسافر وشفنا الثوريه وشفنا رفضك للتطبيع مع النظام السابق. نستناو التحاق برهان بسيس لو التحق بنا. نستناو التحاق رامي الفوراتي كيف ولا ستار رامي ولا يجي مخر كان يجي الخمسه رامي عمل باساج ولا يجي السبعه. هما عملوا حلقه من البرنامج بطلوا الخدمه هنا هكا لا جي لمراد برهان هذا كله منا قندي هذا كله منا قندي ريت ولا عملوا ابريسيون في التلفزه. انا نعمل فيه الروح انا اللي نعمل فيه الروح 7:14 دقيقه هاو التحقوا بينا الثنائي على المباشر ولا شاور برهان نجي ولا ما نجيش. السيد رامي السيد برهان بسيد صباح النور خدمة نيناتور برهان يا معلم. صباح الخير ماك تعرف احنا قناة تاسعة تبارك الله والناصر يعرف عاملين كامباوند خاص بفريق البرنامج تربص مغلق مع بعضنا مع بعضنا الصباح نقوموا مع بعضنا يوصلونا السيارات الخاصة الموجودة على ذمتنا. هذا كله على حساب التاسعة هذا كله على حساب إلى جانب الملح والشعري ولا الكامباوند الكامباوند. كيف الحال سي برهان؟ ربي يفضلك عايش منور بالابيض. ربي يفضلك عايش كل اوفيسيير ربي يخليك حاجه خرق العاده. نتبعوا فيك في التمويل قاعدين نتبعوا 7 نوفمبر غدوه برهان ان شاء الله كل عام احنا بخير اكثر من الخير اللي جاكم بعد الثوره ما ينجم تحمو. نجم قناه التاسعه شفتوه تقريبا الاول مره على الشاشه ولا جينا مخر بعد الباساج هذايا ولا ملتزم بتعليمات سي برهان رامي الفراتي صباح الخير. صباح الخير الراف صباح الخير الناس الكل. والله بدات تصعب الامور توزوز قاعدين قدامي وزوز على فيتك غلبه بالليل تدخلوا مع بعضكم في مشاكل. ان شاء الله 7 نوفمبر كل عام واحنا حيين بخير. مش نقول لك مادام برهان عارفي ان شاء الله ربي يخلينا التاسعة ويخلينا اي عبد يخدم في التاسعة فوق. واذا كان انا نعتبر انه 7 نوفمبر ذكرى حزينه شو تعتبرها انت؟ في البوب نعتبرها حزين بعدها مش حزين. خذ رايه في التاسعة انت غادي. يلا سيدي الرحله انطلقت. السلام عليكم وين ما كنتوا تتشويت لكم انتم اللي في الكياس تسوقوا في كراهبكم. طريق السلامه للجميع. الفه اولى نشرات لانفو ترافيككم IFM Info Trafic. مرحبا بكم. كيما البارح نبداو اول حاجه نوصيكم تردوا بالكم على رواحكم في الثنيه على خاطر مازال الضباب اللي يخلي الرؤيه مش واضحه تكون اقل من 500 متر. وننصحكم دونك ما تنساوش تشعلوا لونتي برويار تحترموا مسافه الامان وتنقصوا الفيتيس خليكم تمشيوا واحده واحده. بالنسبه للسيركولاسيون الحركه بدات تعطل شويه كالعاده نيفو الكباريه في داخل تونس الجنوبيه من لوتوغوت على شارع ولاد حفوز نيفو رونبوان باب سعدون في اتجاه باب العسل وشويه على شارع 9 افريل نيفو لوبيتال دونفون في اتجاه الرومبوان. يبدا زاده شويه ضغط نيفو رومبوان حي هلال وعلى جي بي 7 نيفو قنطرة قصر سعيد في اتجاه باردو. سينون الحركه عاديه وخفيفه حتى لتوا ما فماش سيركولاسيون كبيره نذكروها. نشكروا كل اللي تفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك كي فما فوت خفيف. كان عندكم اي خبر يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. سيسر ويحكم وطريق سليمه الناس الكل. مواصلين حديثنا كيما كل يوم على ميركادو بوانت ان احسن وافضل سيت داشا موجود اليوم في تونس. كان تحب تضمن الشاريه نتاعك على الويب ما عليك كان بالسيت هذا ميركادو بوانت ان السيت التجديد اللي فيه كل ما يهم قضيه المراه العائله والدار زاد. ادخلوا دونك قيدوا على ميركادو بوانت ان وبعد اختاروا الباني وحطوا فيه لي زارتيكل اللي يعجبوكم وكم سي باش تعديوا الكوموند. كاينكم باش تشريوا مش لازم تعدي الكوموند لكن المهم القضيه ولي زارتيكل اللي تختاروهم ما يفوتوش ال 500
دينار من غير ما تعدي الكوموند، دونك باش تدخل في عملية القرعة تيراج وسور يصير، وممكن تكون أنت من الرابحين معانا. تابعونا دونك كل يوم في الراف مايك باش تربحوا القضية اللي اخترتوها ونوصلوها لك وين أنت قدام باب دارك. بعد ربع ساعة تقريبا ناخذ صديقنا طارق بالتليفون غادي في السياج نتاع ميركادو بوانتيان باش نعرفوا شنو آخر الأخبار، شكون ربح معانا وين ماشية القضية اليوم. ناخذوا معانا طارق يعطينا دونك أكثر تفاصيل نعرفوها على الليفريزون نتاع اليوم. ميركادو دونك بوانتيان عنواني نجمي مكنك باش تربح اليوم باني قيمته 500 دينار. نعود بعد الفاصلة. Studio Tarab. عيش الموسيقى. كل سبت 7 على EFM. أحلى راديو. التوا كيبي لي باش نكمل فيسا يا اخي، غادي نحكيوا على البروغرامز والقرايه اونلاين، وليت الحاجه جزاف في الفاك بتاعنا. تقراو اونلاين في لابي بي اس؟ اي ولينا نقراو اونلاين، نو مور بروبلمز بين خدمتي وقرايتي. انت زيدت نجم تكمل ماستر بتاعك خاطر عندك بلاتفورم فيها الكورسز الكل وفي اي وقت تلقاه، ومعهم اكسس للكورسيرا سيرتيفيكيت. تي اما انا ما قريتش بزنس. وذ نيو ماستر اوف انتربرينورشيب اند انوفيشن، ما يقلقش نو الباك جراوند تاعك، يو كان ابلاي. انا ننصحك باش تعمل انسكريبشن، وكان تحب تعرف اكثر ديتيلز ادخل على الويب سايت APBS tunisia.tn والا على الفيسبوك بيج افيسن برايفت بزنس سكول. اوكي دونت عديلهم من غير ما تمشي للفاك، ادخل اعملها توا اونلاين. بوغو في باريس يا حسره، من وقتها لتوا وليت عسره. بوغو في البلار بنا ضحكه وجو ولما. بوغو في البلار احسن افار، خطوه على الدار نجيبها من العطار، ارخص للمكتوب واحسن للبيئه. هز شقف جيب شقف واسمع تقربع. بوغو في البلار احسن افار. نجمو تسمعوا راف ماغ من كامل انحاء العالم على EFM.tn. علي الراف ماغ. شنو صار في حلقه البارح؟ لي مومون فور كالعاده نسمعوهم توت سويت في زابينغ. EFM زابينغ. بونجور، هاو برهان بسيس جاك من الاخر يا رفيق. لا هذا رفيق يلزمنا نعترفوا ان احنا نسعى باش ناخذوا الروح راف ماغ هذيك، خاطر هي البارح هي روح راف ماغ اللي تظلل على على روح رفيق. اي روح رفيق ورانا في خدمه. شو نعمل لها دقيقه صمت معنا البارح معناتها في الروح. تو كيفاش يا زياد؟ كأنك تحبنا نصبحوا بطالة يا راف. أنا سؤال عندي واضح وصريح، أين الهيكل في هذا الكل؟ برنامج يبث في البلبلة يفجع في التوانسة. اليوم التونسي في حالة يأس، اليوم التونسي محبط، معناتها أين الهيكل؟ يجب إيقاف هذا البرنامج إذا ما بديناها. لو كنت قاضي المنشط سجن وقدم السجن على الأقل، معناتها لينتوفى الكورونا. لينتوفى الكورونا معناتها أرجو من الهيكل إيقاف البرنامج هذا. بطبيعة الحال فرجوا في الحوار بارح برشا برشا بوزيتيف فايبس، برشا بوزيتيف فايبس في صفي قلبك. بعد البرلمانيين وإبراهيموفيتش تقطوقة جديدة من عندنا الصورة. واليوم مرة أخرى الكرة المصرية وقت اللي توصل للنهائي شامبيونز ليغ، زوج فرق مصرية، معناتها ما نجم يكون كان معناتها حاجة مهمة بالنسبة للكرة المصرية. زلوك شعر الأشرق تو قال شامبيونز ليغ وأنا نشرب في شغلة كنت وراك ولا عسلوك. بطولة جديدة، بطولة جديدة ماهيش غلطان. أبك أبك على زيد كي ولا صانع خبر. باش يوريك يا برهين قديش احنا إيكيب سوليد هكا ونحبوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا. معناها تصوروا بيزابينغ هبط كابل كبير، عنوان كبير، زياد مكي لي رفيق بوشناق، ويني لايكام اللي عملوا برهان البارح في زكريا بوغيرة. كان جيت في بلاصه الداخليه نوقفوا حتى توفى الكورونا. عرفت باش يطيح، باش يطيح على سمير الوافي في بوليميك معناها حلقه من الحلقه الاولى. بيزابينغ هبطت الحقيقه الحقيقه. قلت لنا لا تخلص من وزاره الداخليه. اقسم بالله العظيم عندي احساس باش نقفوا قدام المحاكم بتفدي. زحا والله التربيجه جديده يا رفروف يا رفراف. البدوي ناصر البدوي مباراة مع امريكا الزمالك ولا رجاء تلميذك فيما يحدث مع فرنسا. برافو
مباراة الزمالك ولا عايش رفراف هيا المنيهلة وحدك يا زياد قديش تعجبني كي تدافع عليا نحيي فيك شجاعتك مرحبا وزير الصحة يمر للانتدابات الخارجية وينتدب تلا الخبر على صابه رفيق على صابه غادر نعطي العنوان ونسيبها هي تعطي ليه نحن نحبوا الفقرة هذه هي تعمل هذا زي يمشي وما يتكلم فضلك هي على الفاز عاودي بوكس على البارتاج من بعد مش ما يدخلش مع رفيق مراد راهو ندم على النهار اللي خمم فيه باش يضومر مسافه الفرمله معناتها مسافه الفرمله الفريناج اللي يشدوا واحد معناتها المسافه قداش الفريناج نوضحوا لي ما عندها حتى علاقة بالفرملة اللي هي لبسة تقليدية مراد تفديك بتاع المثقفين بريمو حلو بريمو ارز ما قلتها منعت النص ساعة مراد نرجع حتى فما فرق ما بين الفرملة والبدعية اللي هما مش كيف كيف عندي سبونسور نرجع للشباب يا أخوي ربي مش يعطيها كاملة مثقف وظامر وما مثقف وما بعد الكلام اللي قالوا برهن بسيس وزيد مكي على سفيان بن حميدة إن شاء الله نسمع حق الرد عام 2020 يعني أنا اخترح سفيان بن حميدة يعملهم خطاب يقلع سفيان بن حميدة والله يعمل لهم خطاب تحطوا في اللايف هذا كان نجم يخنع يخلطوا عام 2035 يخلطوا معهم أكا هو زابينك حلقة البارح وفيستنوني نهار الاثنين في زابينك حلقة اليوم يفهم زابينغ والله سمباتيك برهان امبارح فاز دخلت 2035 على سفيان بن حميده وكو ما سمحيش ونعاودوها اليوم كيفاش كان باش يعطينا الحلول تكون الكورونا ديجا وفات وخلتنا 2035 هو مازال ما كملش الخطاب التحفيزي نتاعو نسال على شكون قادر يلم الشعب البارح وراه هكا خطه في محاربه الكورونا حرام عليك يا ربي يعطيك الدون تاع كلام يا برهان مش الناصر بس تعملوش ضد زملائك معناتها بيزي يا رفيق بيزي اوكي نمو الراي نمشي تسويت للكونسي يلا نمشي للمجلس هاي راف ماج لكونسي يلا سيدي نبداو بالسياسة ونبداو بالمنجي الرحوي المنجي الرحوي يعاود التصريح ويأكد لا أعترف بالغنوشي لا بالنظام الداخلي والغرياني لن يدخل البرلمان اسمعوا مليح شنو قال بذب منجي الرحوي نرجو نعطيه عدد بعد شوي وهوش باش يدخل المجلس بأي آليات نجم تمنعه سي منجي بالآليات الكل لا أنا سمعت قلت ما كل الآليات أنا اليوم فما نظام داخلي في المجلس هكا ولا هذا نظام داخلي ما عادش موجود هذا يعفس عليه وردس عليه رج غنوشي كيما حب وما عادش معترف به وما هوش يطبق خليني في النقطة هذه أنا واحد من الناس اللي يمنعه أنا واحد من الناس ولا أبو بكر بن عكاشة ولا محمد هو ما باش يجيبوا حب حسب النظام الداخلي أنا مانيش معترف بالنظام الداخلي ومانيش معترف به رئيس المجلس أصلا باش يعمل مستشار يعديه المكتب المجلس يعديه الجلسة العامة مش على كيف الجلسة العامة مستشار مش النظام الداخلي علاش ما يتعدلش النظام الداخلي ما يقولش نقح النظام الداخلي كلش دوك حتى انا النظام الداخلي ما يقولش اللي يلزمني نتصدى له باي طريقه باش ما يطاش ساقيه المجلس ولا ساقيه جيب دبابه باللي يحب بكل الوسائل يلزم يعرف توا رج غنوشي والبيطانه نتاعو والزبانيه نتاعو اللي موجودين في المجلس اللي هما ما يجيو حتى شيء كان القباح اللي تعدى واللي تعمل في الدوره الاخره ما عادش باش تحد نعرفش وصلنا لنقطة العودة جيب دبابة ما نعرفش جيب دبابة باللي يجي مش يتعدى الغرياني لا أعترف بالغنوشي رئيسا النظام الداخلي نعفسوه توا ونتعداه خاطر عفسه قبل الغنوشي حسب ما يقول ويدعي المنجي للرحوي وكما قلت الغرياني لن يدخل البرلمان كلفنا ذلك ما كلفنا نحكيو على تونس على نظام شبه برلماني رئاسي معدل سميه اللي تحب نحكيو على بلاد تدعي أنها البلاد العربية الوحيدة اليوم اللي فيها ديمقراطية هكا يحكي اليوم المنجي الرحوي شنو نستنوا من الشعب ساك يسمع هكا قداش تعطي للمنجي الرحوي وين ماشيين تخاف بالكلام هذا ولا برهان عادي منجي الرحوي يخوض في ماركة سياسية بطبيعة بمبررات قانونية واهية معناها لا معناها ما عندهاش حتى ذرة متاع معقولية ومنطق أنه لن يدعى محمد الغرياني يدخل البرلمان باه قال له أخونا أبو بكر كيفاه قال له ما نعرفش المهم بكل الطرق بكل الطرق مش يجيبوا له باندية مش يجيبوا له زوز لغة ستاد بالقوة بالغورة باللي تحبوا ثلاثة دبابات درشنية طعن مش طعن يعني في الوقت اللي تقريبا فيما سبق من دورات برلمانية كان لرئيس البرلمان كامل الحق في تعيين من يراه صالحا في ديوانه
مستشارا كان موظفا ملحقا مكلفا بمهمه يجيب له القهاوي وحرم. لكن 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 بتبيع منجي خوذ في المعركه بخطاب فيه شويه اكسي يورطوا في الاخر ايش عملنا سيدي ايه دخل محمد الغرياني وباش يكون مستشار وباش يكون في البرلمان. فهمت في نهايه الامر نجم نخوض معاركنا السياسيه جميحة وهي مبررة ولمنجي الرحوي الحق الكامل في أن ينتقد راشد الغنوشي في أن يعادي راشد الغنوشي في أن يتصادم مع راشد الغنوشي في أن يرفض محمد الغرياني. لكن المعارك راهو للأسف لمنجي الرحوي لغير منجي الرحوي راهو من نجم نخوضوها إلا في إطار القانون. لعبتك غاديك في القانون لا تقول لي أنا ما نعترفش به هذا راشد الغنوشي شيطان في نظر خصومه شيخ في نظر أنصاره تكتيك في نظر اللي يتحالفوا معاه. لكن للأسف بالنسبة لمنجي الرحوي وخصومه تم انتخابه في جلسة عامة برا شوف شكون اللي انتخبوا في إطار أي تحالفات لكن انتخب وهو الآن رئيسا للبرلمانات للبرلمان وبرلمانات العالم تخاطبه كرئيسا للبرلمان. انطيحوا باش انطيحوا بإعادة تحالفات جديدة انطيحوا بعملية سحب ثقة مرة أخرى نحشد لها 109 انطيحوا بإعادة بناء تحالفات جديدة انطيحوا بتغيير خريطة السياسية بتاع البرلمان. أما مانيش باش طيحوا بكلام عدمي من نوع مانيش باش خليه مانيش باش خلي الغرياني يدخل وما نعرفش ما نعرفش هذاك هو ما نعرفش يسأل ويش باش تعمل يقول له لا لا ما نعرفش ما يا ودي شنيا ما نعرفش كيما فيراج الكورة ايش هو باش تعمل ما نعرفش نوليو نصيحوا يا الأربيتر يا اللي بيك يا ودي ايش فما ما نعرفش دخلنا لدائرة أنا قلت لك تخاف من نقطة العودة وصلنا الخطاب ما عادش فيه مرشارية وين تحبوا نص ونص. أنا نقدر اليوم تو نشوف ما ندخلش موضوع في موضوع أنه تلمع عبير موسي رفعت البارة لفوق الناس اللي مستأنسين تخدم قصة معاداة الغنوشي والنهضة ودرشنية وكذا ولقاو رواحهم داخلين بعضهم صحبة منهم البساط باش نعملوا راهي طلعتها في 90 دقري هات نحاول نمشي توا لل 120 130 وكي تمشي لغاديكا وقتها تدخل في موجة أخرى موجة لا فيها لا عقل لا فيها لا كذا ما هي حطت غاديكا البارة أنا يلزمني أكثر يا غنوشي يا ما نعرفش شيخ نقولوا في الحكاية يمشي يجيب له شوية حجر يضربه وكذا المهم باش يظهر هو أكثر أحسن واحد في المعاداة سونيا دهماني عطيت واحد ويعطيني شكر برهان الرأي فيما يتعلق بالبارة ويطلع يطلع يطلع يتقص عليه الأكسجين ما عادش ينجم يتنفس تعرف كنت المخ وقت يتقص عليه الأكسجين شنو اللي يصير لا يعني وقت اللي نتركوا جانبا لغة المنطق والقانون ندخلوا في لغه البلطجه مع الاسف على خاطر منجي الرحوي من الناس اللي نحترمهم والحقيقه ظلم في الانتخابات ما هذاك هو الصندوق شعطاء هذاك خدمتك شعطاء هذاك الانطباع لدى التوانسه على ادائك السابق شعطاء وهذاك زاد اللي وصل راشد الغنوشي على راس رئاسه البرلمان في العداء قول ايش تحب بالحق في العداء واش تحب انتقدوا كيف ما تحب لكن علاش نلوموا على شعبنا علاش نلوموا على شعبنا في عدم احترامه لمؤسسات الدوله. اذا كان انت من المفروض نواب الشعب اللي مفروض يكونوا قدوه اليوم يقول لك لا نعترف بقانون داخلي للبرلمان ولا نعترف برئيس البرلمان وباش نقاوم ولن يدخل بكل طرق بكل طرق وقت اللي تسكت لغه المنطق والقانون ندخلوا في لغه البونيه والقنيفري. اذا كان بكل طرق ما نتصور انت السيد منجي الرحوي محمد الغرياني داخل للمجلس ومنجي الرحوي ماخذ جارد وبال فوالا كيف بونيتو وشكون هل هذا اللي باش نوصلوا له والا منجي الرحوي مثلا تعرفهم كل اللي في المظاهرات يجي قدام التراكس ولا في ويتمد في القاعه يتمد في القاعه لن يمر محمد الغرياني كيفاش هذه بكل الطرق يقعد السؤال مطروح بون لعبه سياسيه صحيح اما يخسر فيها على خاطر يساهم في تدمير
في تدمير نظرة المجتمع واحترام المجتمع لمؤسسات الدولة وللقوانين. ويخسر فيها في كل الحالات، لو كان يمشي فيها باش يكرس الدولة اللي قانون، وهذا عيب النائب في مجلس نواب الشعب، وكان باش يرجع في كلامه باش يدخل الغرياني رفعت تحدي وما كانش قد كلمته. خطاب كان مخطئ فيه البارح المنجي الرحوي، شبيك برهان؟ هذه أزمة. خلينا منجي الرحوي شخص معناها في نهاية الأمر هو الوحيد ما تبقى من اليسار اللي نجم يبقى في البرلمان، ونحترموه ونقدروه شخصية معناها جيدة ومصداقية، لكن مشكلة أزمة الأزمة لهنا اللي يفتحها هي أزمة الخطاب القصوي. راه كل خطاب قصوي ينتهي في الأخر للأزمة، قد ما تعلي تعلي تعلي، لا رب جربنا يا أخي، إسرائيل تخدنا معها، مش نعملوكم في البحر، مش نعملوكم مش كذا يا أخي، جيت عام 67 رماونا هما في البحر ورست لنا نحن نعوموا في الشيح وحدنا. أي خطاب قصوي ما يحسبش حسابات العاقبة، خطر غدوة العباد كي باش يدخل محمد غرياني البرلمان باش يعيطوا له منجي رحمه. وينك يا منجي؟ تخلى وينك يا منجي؟ ها السيد شادد بيروها ايش عملنا توا؟ معناها هنا ما نورطوش رواحنا الا غالب احيانا في اشكال تصعيديه بتاع خطاب احنا ماناش قد. نسلموا برشا على صديقنا مراد الزغيدي ما يقولش هو يتفرج فينا في المباشر قاعد مراد. نسلموا زاد اسمع عرفنا يتفرج سفيان بوسيت يكسر رواحكم شويه تحاليل منطقيه. سفيان خدمت الخدمه اللي بعثت لي سبعه ونص ريت البارح والله العظيم عرفنا قايم السبعه ونص يسمع فينا. تحيه لي وتحيه خطأ أمني ارد خطأ أمني فظيع يا عليه رفيق عليه. العروفات ما نحيوش على أساميهم في الظرف هذايا آه سيبري إيه هو اسم وهمي قالوا يا رفيق ما يغلطش الغلطة اسم الحركي نسين بي هذيك الاسم الحركي نمشيوا للأخبار أخبار الأخبار مع سير مهلال وبعدها نرجع لكم للبلاتو يا فيم إكسبريس يلا يا فيم إكسبريس. صباح النور. 700 ألف شخص فاقبهم البنك المركزي ما عندهمش الحق في منحة الـ200 دينار اللي اعطتها الدولة للمساعدة على مواجهة تداعيات كورونا، ومحافظ البنك المركزي وصفهم بالأشباح. قرابة 4000 إصابة بفيروس كورونا في صفوف أعوان الصحة، والبارح تم توقيع قرار إدراج مرض كوفيد ضمن الأمراض المهنية. وزارة الصحة تدعو المصنعين المحليين للجل المعقم اللي ما عندهمش تراخيص لتسوية وضعياتهم في ظرف شهر. الاتفاق بين سفارة فرنسا في تونس وتونيسير على برمجة رحلة يومية من باريس لتونس، وثلاثة رحلات في الجمعة من باريس للجربة، وثلاثة رحلات في الجمعة من نيس مارسيليا وليون. سيناتور جمهوري بارز يتبرع بمبلغ $500,000 من ماله الخاص لدعم حملة الرئيس المنتهي ولاية ترامب في الانتخابات الحالية، ويتحدث على انتهاكات اختيرة. موعدنا يتجدد في أخبار 8، ما زلتم كاملين مع الراف ماك. في وسط الأخبار اللي نحكيو فيها يوميا نرجع نحكيو لكم على فرحة غابت علينا جديدة وترجعنا إن شاء الله مع جيون اللي يحتفل بعيد ميلاده الـ15. الاحتفالات بدأت من 20 أكتوبر ومكملة حتى الـ8 نوفمبر. الموعد في جيون تونس سيتي أزور سيتي وبورغومول جربة في البروغرام فما كان الربح 1500 كادو يسنى فيكم بالكارت فيديليتي جيون. فيهم التلفز، فيهم السمارت فون سامسونج، فيهم الأنسانت بلوتوث، الروبو ملتي فونكسيون وكادوات أخرى بالجملة. يستنيو فيكم زيدا دي برودوي و دي زارتيكل ان بروموسيون كل يوم الموعد دونك في جيان وين دليل ما يوفيش. نلقاو زيدا لوفر سبيسيال دو جور. لوفر نتاع اليوم في كويت اوني اون بلاس ب 24 دينار و 900، ولوفر الثانية كويت اوني دو بلاس ب 25 دينار و 900. نذكروكم اللي الماسك اوبليغاتوار، ما تنساوش لي كارت فيديليتي نتاعكم باش تشاركوا، وحتى كان ما عندكمش بالطبيعة تنجموا تعملوهم بالوقت في لاكوي سور بلاس، وان شاء الله ما نتقابلوا كان في الخير وكان في الفرحة. الرونديفو دونك جيان تونس سيتي ازور سيتي وبورغومول جربة. تنجموا زادة تشاركوا على الباج فيسبوك ولا انستغرام جيان تونيزي. نذكر بالوفر سبيسيال دو جور كويت اوني اون بلاس ب 24 دينار و 900، كويت دو بلاس ب 25 دينار و 900. كل عام وجيو حي بألف خير. نعود بعد الفاصل. دي ويكاند يرجع لكم في موسم السابع معايا انا خالة الخالصي وتوت مون ايكيب دو شوك اللي يعطيكم نصائح في الصحة التغذية والكوتشينغ، دي زاستيس في البوتي لا مود والكوجينا، لي بون بلان للعائلة الكل، وكيما كل ويكاند كالعادة نتعرفوا على ماركة تونسية جديدة. لماك دي ويكاند سيزون 7 نهار 6 والاحد في 10:30 نهار على اي اف ام احلى راديو. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في جو وجبونات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانا. أوديليس الماء المعدني جديد متاع ديليس يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات. ما ديليس صفي بدنك على الرفمان. من
الثلاثين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو علي راف ماغ 37 دقيقة. نسبحوا على الناس اللي التحقت بينا تسمعوا في راف ماغ جمعة 6 نوفمبر 2020. بعد شوي نكملوا في الكونسي, ولكن قبل هذا نعملوا طلع على صديقنا تارك موجود على عين المكان سياج ميركادو بونتين تاروقة. صباح النور. صباح النور أفروف, كيف الحال صديقي؟ الحمد لله. أنا في السياج نتاع ميركادو, أنا الناس الكل موجودة. انسى اليوم فرحانين بطريقة غريبة يا راف. علاش؟ هذا بسبب واحد من اللي قلت عليهم قاعد يتفرج فينا في اللايف تو. مالا ماشي للكرم اليوم ان شاء الله الرابعه غاديك باش نقابلوه ونتقابلوا غاديك احنا في ساعتنا الثانيه. الموعد في الكرم بعد شويه نعاودوا نكلموك تروقه, دونك نتعرفوا على سعيد الحظ اللي باش يربح معنا بني قيمته تقريبا 500 دينار من اهداء ميركادو بوانتيان. اتوتالور تروقه نسلموا عليك في انتظار التليفون الثاني في الساعه الثانيه من رفماك. يلا نرجعوا للكونسي, حكينا على الرحوي اللي قال لا اعترف بالغنوشي والغرياني لن يدخل البرلمان. مين ناس تحب تعلق على الموضوع ولا انت عاد خاطر لا انا ما تحب ولا تقرا اليوم راجل الغنوشي راهو رئيس رئيس المجلس, معناتها اليوم فما قانون هو اللي يربطك بالله. يا جماعه الكامور مالاش نقولوا لهم تو كان واحد اليوم عضو في المجلس يتكلم باللغه ذي, مالا كيفاش تحل الفانا وكيفاش ما تسكرش الترا وكيفاش من الفوسفات ما يتعديش. يقول لك كان النخبه قاعده تتكلم بالطريقه هذه, مال المواطن العادي كيفاش تحبوا يتكلم. باهي نمشيو للموضوع الثاني, نمشيو للتصريح الثاني اللي كان اعطاه المدير المركزي لتوزيع الكهرباء والغاز عبد الرحيم تعملة. جمله نحبكم تعلقوا عليها. اليوم في تونس احياء سكنيه فوق القانون, يستحيل على اعواننا الدخول اليها. رفمقر الاعداد سونيا تنحكي في الموضوع خد كانت راه انت عادي, انا راه مش عادي لانه الدوله غير قادره تدخل احياء تخش من غيرها. باهي اعطيوني الاعداد. اعداد على شنو؟ على الكلام هذايا على الكلام هذايا شنو رايك فيه انت؟ انه اليوم يخرج مسؤول يقول لك راه فما احياء يستحيل ندخلوا لها, لا باش نقصوا الضوء ولا باش نمسوا المناقل ولا باش نعملوا حتى شيء. يلا نبدا بالسندريلا فينا يومين. يفكرني بفيلم هنا فوضى نتاع خالد صالح اللي غاديك الحي هذاك كيفاش ما يدخلوش الناس وكيفاش كله مجرمه ما يدخلوش بلوتو الحاكم والبوليسيه. هي فوضى معناها مسؤول خبيرة الأفلام زعما استنى لها قداش مني بربي اقتصاد سياسة كورة بارك الله ربي يديمك فوق ريوسنا في ربي فاض في فهم حدد اللوكال مانيش باش نجيو على خاطر غلبتني الله غالب واحد ساعات الله غالب يتغلب. أنا نحب نقول حاجة تؤسفني برشا وتخوفني برشا كي نسمع الكلام هذا من مسؤول. والله كنت خير ما يقولش الكلام هذايا, خير من اللي يخرج ويقولوا في العلن يخلي الناس هكا تزيد تخاف دوبلومون. كي واحد مسؤول في الدولة يقول اللي أنا فما حي ما نجمش مانيش قادر إني نتحكم فيه, فنقول هوني المجرمة والناس اللي فوق القانون ولا فوق القانون وما عندهمش كلمة عليهم. هذا باش نقصوا الضوء فما بالك باش ندخلوا النظام ونطبقوا القانون على البلاد. سونيا كلام صحيح ومش جديد. خطير. هو صحيح هو خطير أما صحيح ومش جديد. منذ عقود راهو فما حوم ما يدخلهاش الأمن. منذ عقود فما حوم ما ينجمش يدخلها نتاع ستاج ونتاع سوناد واللي باش يقص المنقله ما ينجمش يتعدى منها المواطن بكرهبته. ماهيش حاجه جديده هذيا. ربما تفاقم الامر في العشريه الاخيره هذيا, اما هذه حاجه موجوده وهذا يدخل في اطار تنازل الدوله عن دورها وخاصة دورها الأمني وأكثر في العشر سنين الأخرانيين. يعني أنت وقت اللي تفطن اللي فما أحياء
الامن ما عادش نجم يدخل له والا يدخلوا مدجين. تقولش عليهم يا برهان داخلين ما نعرفش شنو باش يفتحوا جبهة ولا جبهه نتاع حرب ولا حاجه من هنا، وتلقاهم بالمنيات كميونه وناس مسلحه ويعبطوا وخايفين، وتلقى الحجر يبدا يضرب فيهم ولا خوف ولا خوف، وتلقى الامنيين يبداو يتجراو وطالعين في 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 كرهبهم هما اللي مطاردين مش المجرمين اللي مطاردين. ولهذا اذا كانك انت الدوله ما تضعش استراتيجيه امنيه شامله تشمل خاصة نوع الأحياء هذوما، ما نجيوش نتعجبوا يخرج مسؤول يقول لك أنا ما نجموش ندخلوا. برهان الدولة هذه على شنو قادرة؟ أعطيني الحاجة اللي الدولة هذه تنجم تريقلها ونتهناو في حاجة معينة، لا تنظيف البلاد حشكم الزبنة، لا أنها باش تطبق القانون، فما ناس ولات تبور لا تخلص لا مال هذا وتوا أشهر أو سنوات وستيك ما تنجمش تدخل لهم. أبسط المشاكل أنا قلتها مرة فاتت ونعاودها، على أساس الباركينج اللي ولاو يجيو بندية عليك بسيف تعطيه دينار والفين هنا في اللونجة بحذا لي كروند سيرفاس في البحر، دولة اش قادرة تعمل؟ بو خليني ننسب شويه ونحاول نختلف معاكم باش نمشي وش الناس كل في فرد موجه في التحليل. ساعه قبل كنتوا تدخلوا لهم لونجه هذوما ولا لا والشوارع هذوما؟ يخرجوا لحدهم يجيو يسلموا رواحهم يجيبوا الكونتور للبيرو. خايفين من التصوير والتصوير تحس. صح عليك يا بوريه، صح عليك. تو نذكرك خسيت تبدا باثر وفي جرومبيليا كل عام كي كان مدير عام لم طلع كي الكلوب لعبت مع الرانوي في ساقس. ذكرها انت ذكرها الناس هبطت هو شخصيا عام 86 جرومبيليا طلع حكيوا عليها في اللي دار ذكرى غدوه من بين الفقرات. لا لكن خلينا نكون صحيح، فما مشاكل توا الدولة تعاني فيها من ناحية الضعف، لكن أنا نشوف اللي السيد تاع المدير بتاع ستيك المسؤول على المسؤول على شنو هو لهنا بالغ شوية في يقول لك المدير المركزي لتوزيع الكهرباء والغاز، يقول لك أحياء كاملة الدولة غير قادرة تدخلها، بتاتر قاعد يبرر في الخدمات اللي مش باهية في علاقة الناس ما تخلصش، وستيك معناها عندها مشكلة في استخلاص الفواتير غاديكا يبرر فيها حتى على ظهر الدولة. أنا رغم المشاكل صحيح سونيا والله لا نجم يدخل والله لا والله نعطيك رقم برك برهان يقول لك احنا 42 اقليم في ستيك هكا ريبارتيسيون سايرة، فما ثلاثة أربع أحياء مصنفة نقاط سوداء في كل اقليم عارفين 42 نقاط سوداء. ها وشنو يجي العون باش يقرا الوحدة بتاع الضوء ياكل طريحة، يجي باش يقص ياكل طريحة، وهي الحالات اللي يعانيوا منها اعوان ستيك راهي معممه تقريبا على كل مناطق الجمهوريه انت وزهرو. ساعات حتى يشدوه في عماره سوا ديزون مضخمه واحد كذا جا تقص ما تقصش اشتراف يعطي بونيا والاعوان تعاني في الجانب هذايا. اتبقى ان الصوره اللي اعطاها الدوله كامله غير قادره تدخل لبعض الاحياء مبالغ فيها، تصير مشاكل في ديسونت باش يشدوا باندي ولا حاجه تهبط عليهم الكرادغ من الاسطحه ومن كذا، هذا نعرفوه ومساله ساريه في كل العهود وفي كل العصور. اما انك تبرر اليوم انه ستيك عندها مشكله في الاستخلاص، انه احياء كامله الدوله، لا انا اشوف الدوله الى حد الان تحكي على ضعفها، تحكي على كذا، تتوفر الاراده ويتوفر القرار الامني تدخل، وقادره انها تفرض نظام وقادره انها تفرض يعني الشيء اللي يستحقه الدوله. هو السؤال وين؟ وقتاش تتوفر الإرادة والقرار السياسي والقرار الأمني؟ لأنه هو كي يعطيني هذا يا برهان الرقم يقول لك ثلاث أربع أحياء سوداء نقاط سوداء في كل إقليم وعندنا 42 إقليم، أي مخطرين معناها الأمر معمم زاد على 24 فيها تلقاها ستة ديار يشتركوا في نفس الخيط، فهمتي، في الكذا وياخذوا في الخيط من الطريق العمومي ويحصل لك التجاوزات هذيك. لكن أن نصوروا صورة الدولة العاجزة الفاشلة، دولتنا تعاني في برشا مشاكل، دولتنا ضعفت، دولتنا راهي في حاله معناها صحيح، لكن زاده في البيرسبسيون ما نزيدوش عليها وفات الدوله، لا مازال فما دوله، مازال فما بوليس على الكياس، مازال فما اداره ستيك تقص لك الضوء يا سيدي، لا واذا كانت تحب تقص الضوء تنجم تقص الضوء، راهو اليوم بالتكنولوجيا ما عادش تقترض قصان الضوء يا اخي بالمقص هو العون باش يمشي يقص كذا، اليوم انت قاعد في بلاستيك كستيك فهمتي معناها في الاداره الجهويه بتاعك وتنجم تقص عن بعد وترجع تنجم تحوس حتى قناه نتاع تلفزه في فلسطين. طبعا طبعا قناه تلفزه ما زياد طالب الباهي قناه تلفزه ماهيش خالصه ماهيش كذا تنجم تنزل لك على فلسطين يقص فوالا خاصه نسمع حاجه توفى بالتونسي
قصة ديك أمور أمريكا بالتالي ما نبلغوش بكرية تنوم مع عد برهان تحس الحنين أكية في نبرات صوته أكية ومخلط شوية أسف وعبرة متعب كية كان شاهد على عيين فكل لحظة سحرية بتاقى صار الحمارة توزي أنا حبيت نقول البرهان راهو العاون ستيك وقت اللي يمشي قصة ذو ما ينسش بوليس معاه ما ينسش بوليس يمشي وحده ويمشي وياكل تريحة ما نبداوش نحكيو اليوم راهو الشعب التونسي انه يحس الدوله هذه مش قايمه بواجبها انا نقول لك اليوم الناس تقول لك انا يا خويا الدوله هذه ما عطاتني شيء والناس الكل تسرق ابسط حاجه اني شعل الضوء بليش ان ابسط حاجه من خلص فاتورتي نتاع الضوء هذاك علاش الناس قاعده تتمر فما عقليه نتاع تمر الدوله ما تعطي في حد شيء مرينا من حد شيء مانيش مخلص الضوء انتم تسرقوا خلينا احنا نسرق وتراي وريني كيف بجي تقص فما منه برهان هذا اليوم مفهوم شويه عند العباد مانيش نمر ولكن حاله من الفوضى حتى حد ما يردع قاعد ودوله قاعده تتفرج في كل شيء تقول لي فما بوليس وفما دارة أقل من هذا إلا الصفر معناها شو مليون نحوسوا في الشارع فماش بوليس برهان بشوالي ما قال الآخر نحلوا الماء ما يهبطش الماء زاد اليوم في تونس 2020 نحمد ربي على الموجود ولكن الأوضاع للأمانة ما تبشرش بالخير خلينا نمشيو لك كلمة بركة هي إدارات معناها وقاعدة معناها تستعمل في الضوء وما تخلصوا قداش من مرة خارج يقول لك نسالوا الإدارة الفلانية والإدارة ما تخليش مخالصة خلي المواطن هكاك ما عادش نلوموا عليه. الدولة يلا نمشيو للأخبار أخبار الطرقات مع صديقتنا والفتوت سويت. Shell V-Power, le carburant premium, il y a le moteur carabtek acteur nager à offrir les. Shell V-Power super sans plomb et gasoil sans soufre élu produit de l'année 2020. صباح الخير ومرحبا بكم. اول حاجه نزيدو نوصيكم للي باش يشد الثنيه راهو ذبيب يخلي الرؤيه ماهيش واضحه تكون اقل من 500 متر ننصحكم دونك تشعلوا لونتي برويار تحترموا مسافه الامان تنقصوا الفيتيس وسورتو دونك سيسوا رواحكم واحده واحده. بالنسبه للسيركولاسيون الحركه تزيد ترزن على دخل تونس الجنوبيه من لوطوغوت من نيفو حي النور حتى الكباريه على شارع ولاد حفوز مازال الضغط متواصل نيفو رون بوان باب سعدون في اتجاه باب العسل على الغوتيك تعطيل نيفو ستاد هيدي نايفر ومن بعده نيفو حي الرومانة في اتجاه المطار ضغط زاد على الاكس 2 نيفو حي الخضرة في اتجاه مون بليزير على الجي بي 8 نيفو حي النوزة حتى الرومبوان اريانا وعلى الجي بي 10 نيفو الرومبوان زاد في اتجاه اريانا كيف ضغط على الغوت ناسيونال 1 نيفو رومبوان محكمة بن عروس في اتجاه جبل جلود وشوية على الجي بي 9 نيفو لاك ومن بعده نيفو قنطرة حي الخضرة في اتجاه سنتر فيل. الحركة عادية وخفيفة في باقي الجهات والولايات ما فماش تعطيل نذكروه. نشكروا كل اللي تفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك يا فما فو ترافيك. كان عندكم اي اخبار يهم الطريق كلمونا على 58 550 711 سيسوا رواحكم وطريق سليمه الناس الكل. Shell V-Power, le carburant premium, il y a le moteur carabtek acteur nager à offrir il est. Shell V-Power super sans plomb et gasoil sans soufre élu produit de l'année 2020. نقعدوا مع شيل ونمشيو للكويز باي شيل في باور توت سويت. Quiz conducteur by Shell V-Power. تكلمنا على 31 380 الف خرج معنا في القرعه معنا في التليفون محمد البوغانمي. محمد صباح النور. صباح النور خويا راف. شنو احوالك يا محمد؟ والله الحمد لله خويا مازال نسمع صوتك يا خويا ديريكت هكا يا خويا فرحان. ربي فضلك عايش خويا يا محمد. شتعمل في الدنيا محمد ومنين تكلم فينا صديقي؟ نخدم في شركه ومن برضه. تخدم في شركه؟ شوفير من باردو. شوفير من باردو تحياتنا ليك وتحيات للناس اللي تسمع فينا من باردو. قداش من ساعة في الكياسة ببري في النهار محمد؟ والله لا تورنيات مش بعيدة برشا أنا اللي درانطور بتاع تونس الأحوال مش برشا معي. هي ما ديما في الكياس معناها 8 10 سوية تعديهم في الكياس الكل ولا ليه؟ تو بون تو نقصت شوية مع الكونفينمون حتى سوية خدمة نقصت واحد وكل شيء ديديكيت فهمتني؟ ديجا ولات بريسك 7 سوايع 6 سوايع. يا مشهري الشهري لاباس ما نقصوش هنيني. لا لا لاباس انا عارف انا مسمح برشا ربي فضلك. عامل لها ديديكاس. حلوه مبروك. اسمع كميون نتاعك انت ولا تهزها روح بيها. صحيح. حما ماشي في الطريق الصحيح. باهي حما. لا يرحم والديه يرحم والديه اخويا انا قلت اسمها لا حد شيء انا توا لا شريك لا شيء. هي ما قلت محمد البوغامي دونك هي عرفتك توا. هي تعرف. هي عرفت انت شنو تحمل في القلب نتاعك تجاه عرفتك يا سيدي ربي يداوم العشره. حما نلعب على كيف ديديكاس ما كان عرفتني نقولها ديديكاس ما دام يسميها ما سميها خويا سميها
مدام كلثوم. مدام كلثوم السلام عليك محمد ويشكر فيك ونشكرك يا مدام اللي عاونت الناس اللي تخدم معك ولتو ما نقص لهم في الشهرية وربي كثر منك لعروفات. حما نلعبوا على كارت قيمتها 200 دينار كاربيرون من اهداء شيلفي باور. السؤال الاول يقول شنو اسم الكاربيرون اللي يعطي نجاعة وفاعلية الموتور كرهبتك من اول بلان تعملوا؟ شيلفي باور. شيلفي باور هو جوابك. هذا الجواب صحيح. مبروك عليك 100 دينار يا معلم. مبروك عليك 100 دينار كاربيرون الاولى. نمشيو للسؤال الثاني وتوا يلزمك تجاوبني صحيح باش تهز الكارت ب 200 دينار من هدا شيلفي باور. شنو تعني العلامه 80 كي تبدا محطوطه في الكهرباء من تالي؟ مطرب. وشنو تعني العلامه 80 كي تبدا محطوطه في الكهرباء مطربس؟ معناها اللي سوق في الكهرباء متربس. معناها متربس. شنو هو تعني البلاكه كي تحط 100 من تالي في الكهرباء؟ لا فماش 180. طيب واحد مهبول حتى 100 ما عنده حتى 80. سائق العرب متربس. مبروك عليك كارتك. مبروك عليك محمد البوغارمي من باردو كارت قيمتها 200 دينار تهديها لك شيل في باور. سلموا عليك برشا حما. كان عندك لشكون تحب تعمل ديديكاس ابار عرفتك بيان سور؟ خويا خويا انا ديزالك نعمل ديديكاس اللي كتبتني في التليفون على قداش انا مليح. سرون سرون سلموا عليها برشا. وقال لي تلها ميساج باش نزيد نقولوا انت ديريكتومون خويا الراف راني مغروم بيك وراني ريت ليميسيون بالحق بالحق ريت ليميسيون هذايا وريت حتى المسابقات موجودين يا جوجو في الراديو الكل الوحيد صدقني وليت تعرف شنو نيكوتين كافيين انت ما يا حما يا خويا يفرحني برشا كلامك يا حما. والثاني انه صرتو عارف يسمع معناه في النهار لا لا واسمع ورمارك اخرى بالله للبرنامج قولي بابا الراف قولي عايش خويا امان امان انت تو تحل مخر وتسكر بكري بالله نقصونا ماكل بوان ترافيك ميتيو هاي تسمع فينا يا امان المستمعين طالبين تسمع فيك تسمع فيك الفا باش تغش عليك لا 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 امان ما تخرجيش هكا معاه لا ما هو نحكي لك انا ياسر قسان ياسر قسان في الله نحب شيخين عليكم يا خويا ربي فضلك ربي فضلك عايش خويا محمد بلاستيك امان عليه ماكش في التلفزه ان شاء الله ربي يسهل ربي يسهل ان شاء الله ربي يسهل على البرنامج يا سوني امان عليك ماكش امان اللي يخدموا خير من راف امان نحب نعطيك معلومة يا محمد نحب نعطيك معلومة هي وقفت لي حزرة قدام دخولي لطيف قد ما نعمل يا ودي ما عندك حتى فكرة ما خلتنيش ما خلتنيش وسيلة الضغط الوحيدة اللي عندي عليك تحب تدخل لتلفزة في جي دي 2 لا اختانا حماي حماي كمل يا حما كمل انت كمل خليتها خليته في فم المدفع انت توا كمل حما نمشي برهان ذكرتك اي اسمع تعرف في عهدنا السعيد يا حما الشكر هذا الكل معناه باش تنزلوا الفينجا حما ميرسي بوكو صديقي على المداخله نتاعك وميرسي فرحنا برشا كلامك بيبا قول لي اما برات امك نمرو تليفون لازم نعمل وقتها قهوه باهي صديقي نعطيه لك من عند فريق الاعداد ما نعطيهولكش في الميكرو تعطيه لك سيرين تو قبل ما نعلقوا التليفون محمد البوغان يسلم عليك برشا من بارد ومبروك عليك كارت قيمتها 200 دينار من اهداء شيلفي باور كويس كوندكتور باي شيلفي باور كوندكتور باي شيلفي باور تنجموا تربحوا معنا انتم كل يوم ال 200 دينار كارت كاربيرون من اهدى شيل كلمونا يومين على 31 380 ألف والموعد السبعة تقريبا و45 دقيقة طولت شوية الكوميونيكاسيون مع صديقنا حما سلموا عليه برشا سمباتيك حما عملنا شوية جو نحاول نفوت رفيق وبليجي نتلقاو بعد الفاصل وبعد الأخبار عملته بيرو استوديو ولات صحيح ولات تجيب تابلات ولا وتبدا غادي في الاخبار وتكتب ورينا عندك شي بلاصه تحب تمشي لها كانت هذه ساعات الاولى نتلقاو بعد شويه بعد الاخبار نرجعوا لكم في الرف ماك لتسعة ونص رحلتنا مكمله ما تبعدوش الحياة
الحياه تجبرنا ساعات ان نخدموا حاجه صعيبه باش نوفروا لقمه العيش. من بين المهن الصعيبه اللي تخدمها المراه هي المعينه المنزليه. شنو الصعوبات اللي تلقاها المعينات المنزليه في خدمتهم وكيفاش نظره المجتمع ليهم؟ كان انت زيدا عندك حاجه تحب تحكيها او تعطينا رايك في موضوع المعينه المنزليه، كلمنا على 58 550 706 وشارك معنا في برنامج كلام في الليل من 10 لل 11 على راديو اي اف ام، احلى راديو. كلام في الليل مع فرح. قدم على عرس، شهي تبدل الكهرباء، تحب تجدد اثاث الدار، الكوجينه ولا الالكتروميناجي، عندك مصاريف جايه ما قيدلهاش حساب وما تعرفش كيفاش باش تعمل؟ البيات تحط على ذمتك قرض الاستهلاك المناسب اللي مكنك باش تحقق رغباتك وامنياتك في اسرع وقت وبرشا تسهيلات. باش تاخذ فكره على امتيازات قروض المباشره، اتصل بالمرشد التجاري في اي فرع بيات والا بمركز العلاقات مع الحرفاء على 31 31 18 18. بيات ملتزمون معكم. باش تصبح فيق للدنيا ومصحصحة على بكري دوب ما تقوم النوم، لازمك تبدا صباحك بقهوة برافا شيكوغي كل يوم. برافا شيكوغي قهوة سريعة التحضير سريعة الذوبان للعائلة الكل، فيها 20% قهوة و80% شيكوغي وفوائد صحية كثيرة، ومن ريحتها نجم تعشق بنتها. برافا بنة القهوة ومنفعة الشيكوغي. الأكيد أن الناس الكل يخموا على مستقبلهم ومستقبل صغارهم وماذا بيهم يخزروا الغدوة وهما مرتاحين، أما قليل منهم اللي يحسبها بالصحيح. أسيغونس كارت في سهلها عليك وبعقود الادخار تخليك تحافظ على مدخولك في الغدخات وعلى قراية أولادك الجامعية ومستقبلهم المهني تهنيك. والأهم من هذا الكل، أسيغونس كارت في تعطيك الفرصة باش تدخر وتستثمر فلوسك بكل أمان وبضمان أعلى نسبة للمردودية مع الامتيازات الجبائية الهامة. مش هذا برك، إذا صار لك ظرف طارئ أسيغونس كارت في تقف معاك وهي الوحيدة اللي تمكنك من سحب نسبة المدخرات اللي تضمنها لك شروط العقد حتى في عامك الأول من الادخار. مع برامج الادخار متاع أسيغونس كارت في احسبها بصحيح. لمزيد المعلومات اطلبونا على 71-184-073 ولا زوروا موقعنا كارت.تي.ان. هو اللي حكيتك معاه ما توفاش ونهارك معاه ما يتنساش، من دنيا لدنيا يسافر بيك وبالوقت يزيد يحليك ويخلي الناس الكل تحكي عليك. Venator, le nouveau parfum by Exist. Découvrez aussi la nouvelle collection hiver dans nos 42 magasins et sur exist.com.tn. Exist, you can't resist. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبورت ديما رابح. معرض الموبيليا بحدائق المنزه، صالونات، بيوت نوم للكبار والصغار وكل ما يأثث الدار. فواغ دي موبل 2020، ذوقوا فينا وموبيليا مزيانة. من 6 ل 15 نوفمبر بمعرض حدائق المنزه، زور المعرض وتمتع بأفضل المدارات والتسهيلات والأسعار. نعرف غرامك بمشروعك والأفكار اللي عندك الكل باش تطوروا، نعرف الوقت الكل اللي تعدي تحسن في منتوجك وتلوج على الفرص. هاوك عليه في سويفر، نخضع عليك مشاكل الفاتورات باش تركز في اللي أهم. سويفر أول لوجيسيال دو فاكتوراسيون اون ليني مطابقة للكونتابيليتي تونيزيان. حضر فاتوراتك وتبع حسابك من أي بلاصة بأعصوب اون توت سيكوريتي. والأكثر معلومات كلمونا على 36-018-000. Suiveur, votre spécialiste de la facturation en ligne. لليسونا يقدر كارها ويعرف حكارها. 60 سنة تمطمنا في عبيدة معمرة دارها. تتعبى في الكميون وتتهز في نارها. لا تبقى الند ولا السرد والدوني منها يترد. في عبيدة يتلموا بها اللي يفهموها وكعبة كعبة يختاروها. يدللوها تعطيهم أحسن ما فيها. يعقموا حكيكاتهم ويطيبوها. ويعطيونا أعز طماطم معجونة طبيعية بنينة وفرشكة. عبيدة من القلب للقلب. تتمنى باش تملك دار؟ ماذا بيك تكبر دارك ولا تجددها؟ البيات تعاونك باش تحقق مشاريعك ومنياتك وتحط على ذمتك قرض السكن اللي مكنك باش تشري تبني تكبر ولا تجدد دارك في أحسن الظروف وبرشة تسهيلات. باش تاخذ فكرة على امتيازات قروضنا السكنية اتصل بالمرشد التجاري في أي فرع من فروع البيات ولا بمركز العلاقات مع الحرفاء على 31 31 18 18. بيات ملتزمون معكم.
في جيان 15 سنة نحتفلوا فيهم بمسؤولية وأسوام قمة دلال. واليوم في جيان وحتى 8 نوفمبر سوم الماشينة لافي أزور avec afficheur 6 كيلو 1000 تور ومع عامين غارانتي واسبيراتور بالي 100 كورب 2 ان 1 بليش طوالي ب 749 دينار أكاهو. وهكا لا توفروا لدينا الاثنين أما 199 دينار كاملين. جيان أيام دللنا. راف ماج مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام ميتيو. صباح الخير، نهاركم زين على اي اف ام احلى راديو. اليوم الجمعه 6 نوفمبر نبداو الصبحيه بالضبيب خاصه في الشمال والمناطق الشرقيه اللي يبدا ينقص ابارتيغ من 9 متاع الصباح وتبقى الاجواء مغيمه شويه باقي النهار في اكثر الجهات. الريح معتدله اما تكون اقوى شويه في اقصى شمال الغربي، سرعتها توصل 50 كيلومتر في الساعه. والبحر باش يكون مضطرب على السواحل الشماليه واريد شويه على باقي شطوتنا. درجه الحراره اليوم في استقرار، اعلاها يكون بين 21 و26 درجه في الشمال والوسط وبين 25 و29 في الجنوب. نعملوا مع بعضنا تحويسة صغيرة، نشوفوا الأجواء في بعض المناطق. نصبحوا على يسمعونا على 100.6 في تونس ونقا وسمام غايمة في الصباح وتصفى في العشية. الحرارة في حدود 21 درجة والنسمة خفيفة، سرعتها ما تفوتش 8 كيلومتر في الساعة. من تونس نعملوا طلع على توزر البيئة ونقا وسمام صافية مع شوية صحاب في العشوية. الدنيا سخونة وين الحرارة توصل حتى 29 درجة في العشية والنسمة خفيفة، سرعتها في حدود 10 كيلومتر في الساعة. أنا نرجع كم ساعة جاية بحويل الطقس وتود سويت نخليكم على الأخبار. يا فهم طوى 8:30 في تونس و 8:30 في بيرن. أخبار الجمعة 6 نوفمبر مع سلمى هلال. مرحبا. مع اقتراب إعلان اسم ساكن البيت الأبيض، تظهر الإحصاءات تقليص الفارق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، المرشح الجمهوري عفوا دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لتحديد الفائز في الانتخابات. والرئيس المنتهي ولايته يقول في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض أنه إذا تم احتساب الأصوات بشكل قانوني فإنه باش يكون هو الفائز في الانتخابات، إلا إذا سرقوها منه ويتهم استطلاعات الرأي بالقمع والتزييف. نزاهة انتخابات 2020، لو قمتم بإحصاء الأصوات القانونية لفزت بسهولة، ولكن هناك محاولة لسرقة الانتخابات منا. لو قمتم بإحصاء الأصوات التي جاءت متأخرة، أنا فزت في الكثير من الولايات الهامة بما فيها فلوريدا، آيوا، إنديانا وأوهايو، رغم التدخل الكبير من جانب الأموال الضخمة وكذلك الأرقام التاريخية. واستطلاعات الرأي كانت مخطئة، كانت سخيفة، والكل كان يعرف في ذلك الوقت. لم تكن هناك موجة زرقاء تنبأوا بها، كان هذا زائفا، كانت هناك موجة حمراء ضخمة. في المقابلة، المنافس والمرشح الديمقراطي بايدن يأكد ثقته في الفوز ويقول أنه مش باش يسمح بسرقة الديمقراطية. 150 مليون شخص صوت وهذا أمر استثنائي، وإن كان هناك أي شك فيجب لهذه الشكوك أن تضمحل، لأن هذه الديمقراطية تؤكد بأن الشعب يحكم نفسه. من الواضح بأننا سننتصر بعدد كاف من الولايات للفوز بالرئاسة، سنحصل على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية. إذن بعد انتهاء هذه الانتخابات أن نضع الجدل السياسي وحملات الانتخابية وراءنا، أن نخفف من حدة الحرارة، أن نتحد. خضت حملة كديمقراطي، ولكنني سأحكم كرئيس أمريكي. لا يمكن لأي شخص أن يسرق ديمقراطيتنا منا، لا الآن ولا في المستقبل. أنا على ثقة أن النصر سيكون لنا. في علاقة بالسباق الأمريكي، خبراء قانون يقولوا إنه القضايا اللي رفعها ترامب مش باش تأثر على نتيجة الانتخابات، رغم تأثيرها بالشك في العملية الانتخابية. والاتحاد الأوروبي يعلن إنه يراقب عن كثب تطورات العملية الانتخابية في الولايات المتحدة ويشدد على ضرورة انتظار النتائج الرسمية.
في أخبارنا الوطنية، باش يتم الانطلاق في توزيع الدفعة الثانية من تلقيح الجريب على الصيدليات الخاصة بداية من 16 نوفمبر، وأكثر تفاصيل قدمها لنا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي. اجتماع اليوم في وزارة الصحة، وتم الاتفاق على تخفيض 175 ألف لقاح المادة الموسمية، التوزيع نتاعها باش يبدا إن شاء الله في الصيدليات يوم 16 نوفمبر، باش نجموا نجيب الأمور واضحة. راهو ديما الطلب نتاع الصناعة البكتيريف أكثر برشا من موجود، باش يقعد ديما ناقص، نحاولوا احنا نخليو البريوريتي للعباد اللي تحصلوا اكثر من غيرهم، ونحافظوا على بعضنا احنا باللي مازيو طريين هذوما نعملوا فيهم الكل. ممكن انا جينا نزل موسمي اقل برشا من العوامل اللي قبل. بقيه اخبارنا في عناوين: وزاره الصحه تدعو اطباء الاختصاص لتقديم ترشحاتهم للانتداب في كامل الجهات الصحيه في اجل ما يفوت 13 نوفمبر. في المستير إصدار 9 قرارات غلق المحلات بسبب خرقها للبروتوكول الصحي. الغرفة الوطنية للمخابز تأكد قرار إيقاف النشاط في مختلف الولايات بداية من نهار 15 نوفمبر. رئيس الحكومة هشام المشيشي يتعهد بعقد مجلس جهوي ممتاز خاص بالقصرين قبل آخر العام هذا. وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا يزور اليوم تونس ويعقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره توفيق شرف الدين. والرئيس الفرنسي ماكرون يضاعف عدد قوات الأمن على الحدود الفرنسية ويدعو لإعادة بناء منطقة شنغن بالعمق. موعدنا يتجدد 8:30، وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على اليف ام تي في على اليوتيوب. مرسي سلمى، ترجعنا بأخبار جديدة 8:30 في اف ام اكسبريس، وتوا موعدكم مع طارق مراد في لاستوس اي تيك دو جور في تيك تيبس، وبعدهم مكملين في الرافماغ. تيك تيبس كل نهار قسمه في الاي تيك مع طارق مراد. في تيك تيبس نحكي لكم كل يوم كيف هي التكنولوجيا تسهل لنا عيشتنا. زعما بالحق الكاليتي دو سون تاع الموسيقى اللي نسمعوا فيها اليوم اخيب من قبل؟ الكلام هذا ماهوش بعيد على الحقيقه. لتو نتفكر الديسك مان سوني اللي كنت نسمع بيه تريكي وبيورك وراديو هيد، ثم حاجه في الصوت تظهر لي لتو خير من الموسيقى اللي نسمع فيها اليوم على سبوتيفاي بالايربودز. خلينا نوضحوا حاجه ديجا، الام بي 3 فورما كومبريسي، معناها منجر من برشا اصوات نورمالمون الانسان ما يسمعهمش. سبوتيفاي يستعمل الفورما او جي جي كيف كيف كومبريسي كيما الام بي 3. اما نقعدوا بعاد على الكاليتي سي دي 16 بيتس 44 كيلو هرتز، دونك سورس اقل كاليتي. زيد نسمعوا بالبلوتوث اللي يزيد ياكل من الكاليتي، وبيكوتور قد الطرف اللي ما نجموش يضاهيو لي غران كاسك نتاع قبل. اوكي اما التكنولوجيا قاعده تتحسن وتتعمم. الكاليتي سي دي 16 بيتس هايله، اما اليوم برشا مواقع يقترحوا الهاي ريز، ستاندر جديد نتاع صوت يخلط ال 24 بيتس، معناها كان جي صوت لون راهو نراولو اكثر برشا ديغرادي ونيونس. ثم مواقع سبيسياليزي في الهاي ريز كيما تايدل وكوبوز، اما سبوتيفاي وديزر زادوا مؤخرا كيف كيف اوفر هاي ريز خاصه. باهي سورس متفاهمين اليوم اللي نجمو نحصلو كاليتي خير من السي دي نتاع قبل. اما شعملنا في البلوتوث؟ اكيد اللي كي تسمع موزيكا بكاسك كبير بالخيط خير بيسر، اما حتى كان تحب تسمع بالبلوتوث تنجم تخلط الكاليتي سي دي على الاقل بالتكنولوجي ابي تي اكس. لازمك تلوج على ليكتور وايكوتور زوز كومباتيبل ابي تي اكس. من الاخر وعلى الاخر نجمو نحصلو كاليتي صون خير حتى من قبل. الهاي ريز باش نسمعوا اليوم الموزيكا حتى اون ستريمينغ بكاليتي كيما قبل ولا خير ينجح. تيك تيبس يفهم. اليوم الجمعة 9:30 تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. مدي ساعتين محمد السياري يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. الشرطة تلقات بلاغ يقول أنه المنتج السينمائي ورجل الأعمال أونري كايل اقتل في داره، وبالطبيعة وقت اللي يجي بلاغ من بلاصة كما بلاغ البوليسية يجي ويجري خوفاتا ورات، عكس البلاغات اللي يجيهم من الأحياء الشعبية والفقيرة. مع الخمسة متاع العشية البوليس اللي كان موجود في الاستقبال تجهر يشوف في مرأة قدامه طويلة سرولة كملت الزين وجايه مصرار، عينين خضر يغرق وبالانسي حارق وشعر أصفر بسبسب هابط على كتاف.
اشنية القنبلة البوليس فرك عينيه مرتين باش يصفي في ناراته ويراها مليح. تفضل يا للا تفضل، باش النجم نعاونوك. نهج تريبيونال EFM أحلى راديو. نحكي لكم عراف أني ما تر مش عراف، هو رفيق الطريق يحط النقط على الأحراف، تويلو مع دوميتر لا نايم يوصن يا ياساتر، ومعه البرنس الكنز بثمار وفانات وميجر، زيد زياد وزياداته والطالون تا سندريلا، ويبادر بدوي بنقشاته يقولوا شادة قول الشلة، الجود فايبز موجود غرياني ندرة سوكيوت، وصغيد يركح ويشوت راف ماج عليو في السوق. علي الراف ماج، خرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة، وفي المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة. علي الراف ماج، علي الراف ماج، علي الراف ماج، علي الراف ماج. يوبا مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف ماج مكاملة للتسعة ونص، واصلة تألق فيها لقران أستر البدوية الداهي 24 ساعة قبل تاريخ حياته، يعتبر برهان بسيس نجمة الحوار المتألقة على الدوام سونيا الدهمانية. وغدوة تكتشفوا ضيوفها اللي ما زلت ما تعرفهمش اليوم، سندريلا وميمة العياري، ونجمة التاسعة القادم من بعيد ولا يجيني أربع دراج مخر بعد ما كان يبات في البلاتو هنا، رامي رامي ريز. يلا مرسي معكم الرحلة حتى للتسعة ونص نتاع الصباح، نمشي ونسمع صديقنا رامي شنو حضر لنا في الرادار. غدا المشاكل الاقتصادية في تونس لازمها نظرة جديدة للاقتصاد باش تتحل، نظرة عمرها ما صارت، والنظرة هذه ما تلقاها كان عند نبيل القروية، ودي عنده علاقة بميزانية الدولة والاقتصاد والفازات حاجة لطف. من منذ أربع سنين يحطوا تسعة شهر برك تاع الشهر ويخبيو ثلاثة شهر الأخرين باش القانون باش القانون المالية الميزانية تبدأ مزيانة، معناتها فهمت. كان ديوان الحبوب تجي الدولة شو يعملوا باش يزينوا العروسة؟ اي باش تقول لي يا أخي معروفة ميزانية مزيانة ويزين العروسة وبنك مركزي بوغوس، فهمت، معروفين وديون محلاهم سامباتيك هكا معروفين هذوما، ديمو تكنيك ديما في الإيكونومي العباد ما تفهمش. وراهو اسمعني نبيل القروي قسما بالله عنده سيفة أفكار يوصل لك الفكرة تك تك قوت لسانه. شوف نحن فما خطوط حمراء اللي هي الـ الـ هي الـ انت الـ الـ هي الـ المقدسات. لا 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 يا سينابيل يا سينابيل يا بابا ملحن خويا، عليه ما تستثمرش فيها ما بتلحين ذي، شنو ودي صافي قاعد معنا في البلاتو. اما كان تحب تلحن سينابيل القروي وتبدا تستثمر في موهبتك نجم تبدا بنجله تونسيه عندها سيفه كلمات جدد وشيخ عليها. قولوا معايا ديما افانتي، تبع نجله ديما افانتي. الله الله انا نحبك ديما شيخ، ما نرضاش نشوفك دايم. الله الله ما نحبكش مت بلانتي، انسى همك ديما افانتي. الله يا غالي يا قسم وسمعني، ها الشعر ها الجو هاي الموزيك هاي العباد اللي تعرف تكمل بلومه، مل بلومه عندها وسهله شفتها خفيفه، تبع نجله ديما افانتي، مل مهزله ديما افانتي. والمواهب اللي مصلي يعني بيه موجودين برشا في بلاد، هاو بار اكزومبل في الزمار يا خويا عندك ما تلقى عندك ما تسمع، في قناه تونسنا البارح جابوا طفل ومل طفل مهف. انا اي واحد متغشش انا نضحك. ضحكنا شكون قال تو الناس كلها على كروشه بالضحك. ثقه كبيره برافو كمل تو ودي مخك مش حابس ضحك. هبلني سيدي هبلني ضحك ترى. عندي واحده نعرفها اسمها اساله، اخت اسمها اكوجينا. شنو هي شكون هذا يا فلوس حجرة بالله يا ودي، الامر مش باش يتدخل، الداخليه ما عندهاش دخل في الحكايه هذوما، شنو توا يا رسول الله اسمك يا تفاهه. ايه تفاهه. ايه تفاهة. والمواهب يا خويا ما تلقاهمش كان في ثمرتاج، تلقاهم زادة في اللغات، فما عباد اللهم صلي عاني بي عندهم موهبة في اللغات، قوتهم أونجلي، لطفي العبد اللي قوته أونجلي. شفتوا في العالم الكل مثلا في العالم الكل ناس كل تعرف اللي البراك فرايدي يقعد نهار واحد. براك فرايدي براك فرايدي براك بلاك يا ودي يا ودي بلاك، قريناها في الثلثة دل بلاك، أكحل أكحل أمان أمان، علاش هكا؟ إيه منظر كلام العالمة والفيلسوفة الكبيرة أمينة ستا طلع صحيح. سيت اون اوكازيون باش نحطوا راهو البلاد اللي اون بان، معناتها سي نمسينا النخاع معاك، نمسينا النخاع معاك، نمسينا النخاع معاك. اه شمسينا؟
مسينا النخاع. شنو هو هذا يا ربي؟ طبيبه مسايب علينا في البلاتو تعمل في عمليه غادي في اللايف؟ تي شنو هو توا؟ حيبوركم والله، حيبوركم والله. ربنا يخليك للفشل يا رب. غدا يا اخي ما تصلحوش في التاسعه في المونتاج، براك وبلاك وتتعدى ما بالعاني يا اخي. ما لطفي يعرفها بالكذا هذيك شهر اللعب الكلام، اللعب الكذا، براك بلاك كذا. فزيت على ظهرت البراكاج الزايده حبي يعني. فزيت تاع كباش هذيك، تاع كباش. شفنا برشا كباش البارح في البلاتو مع لطفي العبدلي. شكرا لك رامي على الرادار. شو الاخبار الطرقات وتفيت مع صديقتنا ألف.